حماقي يعني كما كنقول دائما حماقي. واحد الانسان كنت كنعرفه انا فنان كنعرفه عنده علاقه كبيره بالتجربه الموسيقيه والتوزيع الموسيقي، داكشي اللي كنت انا بالنسبه لي باغيه وحاب انني نختاره فاش نمشي في داك فاش يكون كيفهمني اكثر. فعلا السين ديالي ماشي هو السين ديال حماقي نهائيا، ولكن بالنسبه للتوجه الموسيقي عندنا نفس التوجه، ومن خلال لي برايم كان كيبان هذا الشيء اننا كنا كنكونوا متفاهمين. حتى هو كيقترح عليا مجموعه من الامور، ملي كنت مثلا كنعمل شي اغنيه مثلا انا اللي غنيتها مثلا، التوزيع بزاف لعب فيه الدور ديال حماقي، يعني كان كيقترح اننا نزيدو كاخون نزيدو كذا، يعني فاهم انسان فاهم موسيقيا.